فما اثنين بنات اصحاب عشرة يحبوا بعضهم برشا برشا. المهم توفي ازواجهن، رجالهم ماتوا، قعدوا اوفياء لازواجهم، ذهب الى القبر لزيارة ازواجهن. كل واحدة وقفت عند قبر رجلها، كل واحدة وقفت عند قبر زوجها. الأولى صارت تبكي 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 حتى أغمي عليها، صحصحت ورأت صديقتها دون ثياب على قبر زوجها، تعجبت، قالت يا حبيبتي ماذا تفعلين؟ قالت يا حبيبتي كل واحدة تبكي على حسب اشتياقها.